يلا شباب ناخذ هذا الفيتامين، فيتامين بي 3. فيتامين بي 3 اللي هو النياسين او الهيالورونيكوتينيك اسيد سبستيتيوتد بايودين ديرفيتيف، يعني اصلا من بايودين، طبعا خليوها ببالكم هاي بعدين نعلق عليها. ذا بايولوجيكال اكتيف كوانزايم فورمز ار نيكو النات او النات بي، هن البايولوجيكال اكتيف كوانزايم فورمز كاكتيف كوانزايم مال الفيتامين بي 3 من هو النياسين والعفوا النات بي والنات بلس والنات بي بلس، هن البايولوجيكال اكتيف كوانزايم فورمز اوف وات اوف فيتامين بي 3. يقول لي نيكوتين امايد ديريفيتيف اوف نيكوتينيك اسيد ذات كونتينز ان امايد انستيد اوف كاربوكسيل جروب also occurs in the diet، يعني بالاكل مالتنا نلقى نيكوتين امايد، نلقى نيكوتينيك اسيد. لان بمن يختلفن ان النيكوتين امايد من اسمه بي امايد جروب، النيكوتينيك اسيد هذا بكاربوكسيل جروب. نيكوتين امايد از ريدلي دي امينيتد ان ذا بودي and therefore nutritionally equivalent to nicotinic acid، يعني حتى لو احنا بالاكل مالتنا عندنا نيكوتين امايد، هذا النيكوتين امايد راح يتحول بالاكل مالتنا الى نيكوتينيك اسيد ويشتغل شغل فيتامين بي 3. هذا يعني حكينا عنه كتركيب هيك انه هاي نعرف من الرسم هذا انه يكون لي كذا النات بلس والنات بي بلس. NAD plus and NAD B plus serves as a coenzymes. هن شنو؟ هن coenzymes in oxidation reduction reactions، تفاعلات الأكسدة والاختزال. In which then the coenzymes undergoes reduction of the pyridine ring by accepting a hydride ion hydrogen atoms plus one electron. يعني هن يخضع عن تفاعلات الأكسدة والاختزال. شلون؟ هن الناد في احنا الناد عندنا راح يصير ناد اتش، والناد بي يصير ناد بي اتش. يعني شنو؟ يعني قبلن اتش، هاي الاتش اللي قبلنها يصير لها هيدريد ايون لانه هي بها الكترون سالبه، لانه هي احنا الناد بلس موجب لازم يتحد ويا سالب، فاتش نجيبه سالب. The reduced forms of ناد and ناد بي are شنو؟ ناد اتش وناد بي اتش respectively نعرفها. شوف هذا الفيتامين سهل. Distribution of niacin found in an unrefined and شنو unrefined؟ unrefined and enriched grains. ال unrefined يعني ال grains الحبوب الكذا اللي ما صاير عليها عمليات تحسين ويزيلون منعتها صبغة وما أعرف شنو يشيلون المواد المهمة اللي موجودة بها. enriched يعني الغنية بالمواد المغذية هيك grains. And cereal, milk, lean meats, especially liver. الكبدة بها هواية نياسين، فيتامين بي 3. Clinical indications for نياسين. Deficiency of نياسين. شنو يصير بالديفيشنسي مالته؟ Causes pellagra. البلغرا هو في مرض جلدي طبعا، للأسف 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 انه الصورة الآن مسويها هنا أبيض وأسود. بس شوفوها أنتم إن شاء الله عندكم الملف الباوربوينت مال المحاضرة. بهذا اللون الجلد مالته خطيه شلون صاير ملتهب وكذا. ف انفولفينج ان ذا سكن وكذلك يؤدي له مو بس السكن، هذا الجلد مالته الجي اي تي والسنترال نيرفس سيستم، يعني دق بيه دقه ناقصه. ذا سيمبتومز اوف بيليغرا ثرو ذا 3 ديز، يعني ثلاث اشياء تبدا بحرف الدي. ديرماتايتس قلنا السكن، دياريا قلنا يؤدي الجي اي تي فيسوي عنده دياريا، ديمنشيا اللي هي الخرف فقلنا يؤدي السنترال نيرفس سيستم فيسوي له ديمنشيا. اذا ما عالجناه اكيد يسوي له ديث موت. تريتمنت اوف هايبرليبيديميا شنو؟ انه هذا النياسين يساعدني يعني شو وقت يستخدمه اذا شخص عنده هايبرليبيديميا يساعد بتكوينها. عندنا نوع من الهايبرليبيديميا هسه نشوفه اسمه تايب 2 بي هايبرلايبوبروتينيميا، هذا بالاخير اسمه تايب 2 بي تايب 2 بي هايبر لايبوبروتينيميا. هذا شنو؟ هذا بال في ال دي ال تزداد، والال دي ال تزداد احنا بال في ال دي ال عندنا فيري لو دنسيتي لايبوبروتين، هذا ب تايب لسرايد اكثر شيء. والال دي ال بكوليسترول قلنا بوقتها اذا تذكرون محاضرات الكورس الاول انه هذا الال دي ال الباد كوليسترول انه سيء وزيادته مضره وهيك، فذن الاثنين راح يزيدن عندنا.
فبالتالي هذا راح يجي يفلشهم الاثنين هن ويرجع الحاله الطبيعيه. فنياسين at doses of 1.5 جرام بير داي او 100 تايمز ار دي اي سترونجلي، اذا طو يعني الار دي اي ضعف 100 ضعف من الار دي اي من الحد المسموح، لان هذا الشخص يعني مو حاله من شخص عنده هايبر ليبيديميا، يعني مو مثل الاني او انت عزيز الطالب شخص طبيعي وكل ما عنده وياخذ يحتاج معدل من الفيتامين من فيتامين نياسين بي 3 طبيعي فت يعني كميه بسيطه وهيك شيء، لا هنا يحتاج كميات كلش كبيره حتى يعالج له فد مرض مو حاله طبيعيه. اوكي هنا 100 تايمز 100 تايمز ذا ار دي اي، هذا ايش راح يسوي؟ strongly inhibit lipolysis in adipose tissue the primary produce of circulating free fatty acid. يعني شنو؟ يعني هذا النياسين راح يسوي inhibition لللايبوليسيس، يا يسوي inhibition باللايبوليسيس، اذا راح يحلل يمنع تحلل الدهون، هاي الدهون اللي موجوده عندنا يعني شحوم ما اعرف شنو بالادبوس تيشو راح يمنع تحللها. ليش؟ هاي اذا تحللت راح تتكسر ترجع المكونات الطبيعيه اللي هي تريجلسرايد فاتي اسيد ما اعرف شنو، هاي وين راح تروح؟ راح تروح بالدم، بالدم تأذي يعني تسوي لي اثيروسكلوروسيس، تضرب القلب، سيركوليشن تأذيني. فانا ايش راح اسوي؟ اقول لها ابقي شحم ولا تجين للدم، فانهبت لايبوليسيس عن طريق النياسين، وبعد بالتالي بالدم ما راح يجي ال دي ال و في ال دي ال. The liver normally uses the circulating fatty acid as a major precursor of triglyceride synthesis. إنه يقول لي هذا إذا صار لايبوليسيس راح يعطيني فاتي أسيد، الفاتي أسيد راح تصنع من خلال هنا الليفر صنع تريجليسرايد، فالتريجليسرايد راح تزيد، فالنياسين causes decrease الليفر تريجليسرول synthesis، راح يقول للليفر أوقفي لا تصنعين تريجليسرايد، ويقول للأديبوس تيشو أوقف ما يصير لك لايبوليسيس. يعني شوفوا بكل خطوة ده يقطع انه زيادة الليبيدز، يقطع زيادة الليبيد. أول خطوة قلنا إنه سوى إنهبيشن لللايبوليسيس فبقاها بالشحم ما خلاها تجي للدم، وصلت للدم راح يقول لك للليفر لا تصنع تريجليسرايد. هاي الديكريز الليفر تريجليسرول سينثيسيس ريكوايرد فور فيري لو دنسيتي لايبوبروتين برودكشن، إنه إذا الليفر صنع تريجليسرايد راح ينقله على شكل في ال دي ال، فإحنا هنا راح يقل الفي ال دي ال. شلون قلل الفي ال دي ال؟ قلت اللايبوليسيس اولا، ثاني شيء انه احنا للليفر سوينا انهبيشن للترايجلسرايد سينثيسيس، وهو الفي ال دي ال كله ترايجلسرايد فيعني اغلبيته خلينا نقول، فهنا قل عندنا الفي ال دي ال. زين ال دي ال شلون؟ ال دي ال يقول لي لو دنسيتي لايبوبروتين ذا كوليسترول ريتش لايبوبروتين، هذا غني بالكوليسترول، هذا منين؟ ديرايد فروم في ال دي ال ان ذا بلازما، ذس both plasma triglyceride in VLDL والكوليسترول in VLDL and LDL are lowered. يعني هو هذا أصلاً ال LDL يجيني direct from VLDL من ال very low density lipoprotein، فأنا إذا قللت ال very low density حتى ال LDL راح يقل، ويقل عندي triglyceride ويقل عندي الكوليسترول. Therefore niacin is particularly useful in the treatment of type 2 hyperlipoproteinemia in which both VLDL and LDL are elevated. هاي انه بالنوع الثاني هاي بيها ال VLDL وال LDL اثنين هني يزودن، احنا عالجناها بالنياسين وفضت خلصت هاي المحاضرة. كل التوفيق يا رب.